مشكلة. شو هذا اللي بومن؟ ما يلدك ولا مجدر مشكلة الله يجي مشكلة. السلام عليكم، رجعنا للشوارع ديال العاصمه الاسماعيليه من جديد بعد ما بقينا عطينا الرحلات المسافره. سد الفيزير، حراره حيلي مسكينة وتات والله الا بوحده، شي مرة تنديرها انا شي مرة وحدة تطرطق مسعورة. واحد الحاجة لاحظتها هي ما حط في الفيديوهات ومسافرة والطريق وزيد وزيد وما كاين لا دعم لا والو، ما كاينش كاين لا بارطاج لا والو، وخصوصا في هاد الوقيتة في الاول البنادم كيكون يلاه بادي تيكون محتاج بارطاج ديالكم، ماشي بحال البنان فاش كيكون صافي لونصا شي شويه و زعما بلا ما نحتاج بقى عاد نقولها لكم نقول لكم ما تنساوش بارطاجيو وكذا، هذيك هضره ممله ما بغيتش نبقى نقول، يعني بنادم ما عجباتو شي حاجه راه هو اوتوماتيك مو غادي ينوض يحط راسو بلا ما غادي تنوض. اسمح لي اخويا، يعني بنادم هو ينوض راسو يحط حاو داك الشيء، تنحاول ما امكن نتجنب نبقى نقول لكم داك الشيء، ولكن ما قلت لكم تاش داكشي زاد فيه ويلي فيديو زاد غير كدا وتكرفيس تبقى يلاه تعاونونا بعدا نوصلوا لديك 1000 ابوني ومن بعد رخاها الله دقه دقه. ما جاياش عليا هاد الهضره ياك، هذا الالغوريثم ديال اليوتيوب. اسمحي لي باق مرملاق، المهم عاونونا نفوتو غير 3000 ابوني بعدا غير نوصلوها ومن بعد دقه دقه، حتى حنا مزروبين هادشي تنديرو فوق الشبعه ماشي زعما تندير شي حاجه على قبل شي حاجه. هادشي انا هذيك مسافره وداك الطريق اللي تنضرب هذيك الشيء مسافر مسافر، سواء حطيتو في يوتيوب سواء ما حطيتوش، يعني اصلا قبل راه ما خليتش فيه مشيت، يعني هادشي تنديرو فوق الشبعه ويبقى ذكريات ومن بعد تلقى ما تعاود. انا عارف واحد النهار ينوضوا ولاد كيكبروا تقول لهم ها انتم بركه من البساله شوف باكم فين وصل النيونا. مشيت بعيد ياك، ارجع ارجع ويا حبيبي سي بس بابا. انت تبغي تضحك معاكم كما قلت لكم اخوتي، يعني ما فيها باس بنادم بارطاجها مع الفيديو في فيسبوك في ستاتو واتساب انستغرام، انا ما نلونسيو شي شويه وها الله ما مزروبينش. هادشي رانا مسافرين مسافرين، وهاد السيمانه ان شاء الله يعني هاد العطله ديال العيد رانا عندي تصافيره اخرى عاوتاني تقدر تكون احسن من هادي اللي جينا لمراكش عاوتاني، حيت دابا راه غير بديل انا يعني غنديرو عاوتاني فيديوهات اخرين و راه برا فيديوهات فيهم البحر. المهم هاد الفيديو ما فيه شي حاجه اللي زعما اكسبسيونيل زعما شي حاجه اللي في شكل، المهم نديروه باش ما نغبروش عليكم وصافي وهي غدا. واحد الفيديو عندي قديم ماشي قديم، المهم ما جاتش شي مناسبه فين نحطو، كنت غادي ما عليا ما بيا حتى مشات ليا الرويضه ديكولات ليا ديكولات، يعني ما بقاش لا تلقى اصلا في الجنطه كاع ماشي غتفشات تفشات وديكولات، جاب الله كنت غادي بواحد السرعه قليله. المهم ربي يحفظ من شي كارثه ما كنتش غادي مجهد ولا شي حاجه، المهم نخليكم الفيديو تشوفوه ونرجع نكملو. ها هو
بنو كنقول دابا نبدلو دابا نبدلو حتى الديكولا ليا كاع واش كاين كنت غادي البوم نفخو ما الا الديكولا مجدر واش كاين الله يجي واش كاين شكون عتقنا هنا صافي تريبورتور شتري بورتور ونهز حول ولا قوة نهار زين هذا والله الا نهار زين الشغف في موفشاك الله مشكلة دايز من واحد الطريق ما تيدوز من الحديد كاع هي ما تيدوز الله يدوز شي تريبورتور ولا شي بيكوب شاكيل كما شفتو المهم خيبره شي شويه تتلعب بدور ولا شي حاجه يقدر يكون كان شي مبتدئ ولا شي حاجه يقدر الله يسر ما يتحكمش في الموتور ولا يجي بالربحه اللهم لك الحمد اليومات اللي قبل العيد كلشي غادي مسافر كلشي خارج كلشي شاري الحولي لا 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 ماشي هكا ماشي هكا كيديرو والطريقة هادي ديال الباك فاير تتنفع شحال من مرة شي واحد تيكون غادي عادي تيزير عليك شي حاجة كتكلم له تيخوي الطريق هي احسن من الرونفلاج ولي ولي قص المرايا لكن قص غير بالحريف اسمح لي اسمح لي ندوز ديروا لنا الطريق هذا مزال تخلعات المرأة واش وقف وقف اخويا سير الشريفة سير زيارة السلسلة السنة ونرقفها شي شوية كما يا اخوانا هادشي باش تبقى تحط فيديوهات دغيا دغيا تبقى تصور راه ساهله ساهله تبقى غادي نصور الطريق نلاقي فيديو مع فيديو واحد ولكن ماشي خص شي حاجه اللي فيها ما يتشاف شي محتوى ماشي غير واحد الطوموبيل زكر واحد وكوا قصيده كانت تتوقع كدا وزيد في العنوان هذاكش ما خدامش غير تنحاول ما امكن ندير شي خدمه اللي نقيه شي حاجه اللي تستاهل تشاف شي حاجه اللي ما يملش بنادم باش كون كيتفرج لها وانا يلاه بالي يعني دقه دقه تحت ما تزاد معلم داكشي اش نقول لكم تشجيعات ما باش قايا نحط حط حط ما كاينلاش وهادشي هذا كما تعرفوا راني دايرو دايرو يعني مسافر مسافر خارج خارج ماشي حاجه شي ديرها زعما زايده ولا يعني هادشي دايرو دايرو هو تنشاركو معاكم صافي وتبقى ذكريات سوفونير ريحة منا السوق الزهان واش هادشي اش 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 هاد العجازة كون ركبنا هاد الموتور شي كريسون خرجو نترزقو الله تريبورتور راه مطلوب كلشي اللي خاصو يهزك حولي انت بريكول الله زيد اخونا زيد ما تفوتنيش المناسبة باش نقول لكم عواشر مبروكة وتعيدوا وتعاودوا كل عام إن شاء الله واش ما تمنيتو هكا
كاينين ناس تبارك الله متبعيننا من كازا متبعيننا. المهم انا تنعاود نبارك لكم العواشر وعيد مبارك سعيد. وكما قلت لكم ما تنساوش ما فيها بس هذه المره هذه ديروا غير هذه المره ومن بعد ميكم. ما تنساوش بارطاجيو. المهم تعاونونا شي شويه، ملي جا غيكون لا واحد من عنده ابوني واحد اخر جديد راه مزيانه، ولا جوج من عند كل واحد راه الخير والبركه.